السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله بنكمل مجموعة الدروس بتاع 3D letters، وان شاء الله هنشتغل اليوم حرف الاو. اوكي، مع بعض. طبعا عارفين الادوات بتاعتنا، الورق الكنسون والمسطرة والقلم الرصاص وقلم الدمج والمساحة. وهنبدأ بسم الله. بسم الله. اوكي، نبدأ نعمل الخطوط اللي هتبرز لنا الشكل 3D. كل هذه خطوط رئيسية. لازم الكيرفات كلها تبقى ماشية مع بعضها، يعني الكيرف ده يمشي مع هنا، الكيرف ده والكيرف ده يمشي مع الكيرف ده. اوكي، ده الدرس الاولاني اللي احنا الاول اللي احنا هنحدده ونشتغل بعد كده مرحلة الظل والنور لإبراز الشكل.